مجاشع بعد الترحيب بك. العراق على المحك ربما في ظل الأزمة الحالية، عندما يشترط الصدر إبعاد كل المشاركين بالعملية السياسية وكل من شاركوا في دورات البرلمان السابقة، ألا تعتقد أنه شرط تعجيزي قد يعيد لنا شبح الصدام، سيما أنه ذكر هذه الشروط في وقت سابق بتغريدة ورفضها ب توقيت زمني أمده على ما أذكر 73 ساعة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم ولضيفكم الكريم الأستاذ محمود الحياني المحترم. بالتأكيد يعني شروط السيد مقتدى الصدر يعني واضحة جدا، أنه يتم من خلال إجراء انتخابات مبكرة. هذه الانتخابات هي التي تفضي عن عدم يعني رغبة المواطن العراقي باستبعاد من يريد، من يعتقد أنه ربما أثر بشكل سلبي على يعني الدولة العراقية بعد منذ عام 2006 ولغاية الآن. هذه مجموعة ربما رؤى للسيد مقتدى الصدر، ولكن الأهم بالنسبة للتيار الصدري والسيد مقتدى الصدر هي إجراء انتخابات مبكرة وعدم المساس بقانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأنا أتفق مع رأي الأستاذ محمود الحياني حينما أشار أنه واضح جدا أن حتى قوى الإطار التنسيقي بمختلف قواها السياسية لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية لم يصدر منهم أي تصريح بخصوص يعني جلسة البرلمان وتمرير الحكومة، في إشارة واضحة إلى أنهم ينتظرون يعني انتهاء المباحثات، التي هناك من يشير إلى أن هناك مباحثات تجرى بين أطراف داخل الإطار التنسيقي والشخصيات مقربة من السيد مقتدى الصدر لحسم هذا الموضوع. والسيد الصدر واضح جدا أنه لم يتغير عن شروطه السابقة، خصوصا في موضوع أن تكون الحوارات حوارات بطرف ضامن. ربما يكون هناك أطراف ضامنة داخل الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم السيد هادي العامري والدكتور حيدر العبادي، ربما هناك مباحثات، وبالنتيجة كل الأطراف وصلت إلى قناعة أنه لا يمكن الذهاب إلى الصدامات المسلحة مرة أخرى، وهذا مرفوض يعني على الأقل من المرجعية الدينية في النجف الأشرف وحتى المجتمع الدولي والإقليمي. نعم. لهذا أنا أتوقع أن هناك أمل في انفراجة لهذه الأزمة، على الرغم من أن لغاية الآن لم يصدر شيء، ولكن واضح أن حتى تصريحات السيدة جيني بلاسخارت التي لم يعلق عليها قادة الإطار التنسيقي لغاية الآن، لكن بالنتيجة هي إدانة واضحة، وإن كانت يعني هي توصيات ولكنها بالنتيجة يعني هي بالنهاية أقرت بفشل النظام السياسي وأكدت سيطرة الفساد على هذا النظام. بعد الترحيب بك ثانية سيد مجاشع، يعني أيضا من شروط السيد الصدر، الشروط التي قد ترضي بين هلالين السيد الصدر، هي أن يكون الحوار مشروطا بتحقيق ضمانات معينة، وهو لا يزال يصر على كون الحوار فيما إذا حصل علنيا أو أن يكون علنيا. هل يعني ذلك بأنه السيد الصدر يود أن يكون المواطن، لا القوى السياسية ولا حتى الأمم المتحدة، المواطن هو فقط الضامن الوحيد لهذه الحوارات؟ هذه القضية بالنسبة للتيار الصدري واحدة من الشروط التي قدمها مسبقا، هو يريد أن يكون هناك طرفا ضامنا، لأنه يرى أنه تم التوقيع قبل انتخابات تشرين الأول التي مضى عليها يعني الآن عام تقريبا، كان هناك اتفاق مع قوى سياسية ومن ضمنها قوى داخل المكون الشيعي على أن يكون المشروع السياسي بعد هذه الانتخابات، كون هذه الانتخابات هي انتخابات جاءت بعد تظاهرات، وهي يجب أن تكون انتخابات على الأقل فيها جانب إصلاحي لإصلاح العملية السياسية في العراق، لا إسقاط النظام السياسي في العراق. لهذا كانت هناك اتفاقات مسبقة، ولكن السيد الصدر تحدث على أن يعني الأطراف تخلت عن هذا الاتفاق وللأسف الشديد تراجعت. لهذا السيد مقتدى الصدر هو يريد الحوار، ولكن واضح جدا أن التيار الصدري والسيد الصدر يريد أن يكون هناك طرفا ضامنا، لم يتمكن يعني أي طرف أن يكون طرفا ضامنا في الحوارات داخل المكون الشيعي. هناك طرحت أسماء بينهم الرئيس مسعود بارزاني وحتى ممثلة اليمين العام للأمم المتحدة السيد جنين بلاسخارت، لكن قرار مجلس الأمن الذي يعني فوض بعثة ينامي في العراق لم يشير إلى أنها ربما تكون ضامنة، هي تقدم النصح والإرشاد للقادة العملية السياسية في العراق. لهذا ذهب السيد مقتدى الصدر قبل أشهر إلى أنه ما دام لم يكن هناك طرفا ضامن يضمن هذه الاتفاقات فلتكن هذه المباحثات مباحثات علنية حتى يطلع الجمهور عليها، وبعد ذلك الجمهور يعرف من الذي انسحب وتراجع عن هذه الاتفاقات. وهذا حاصل ويحصل في جميع من دول العالم،
أنه يمكن أن تكون المباحثات علنية حتى الجمهور يكون يعني على الأقل ضامنا وشاهدا على ما تم الاتفاق عليه. واضح.